صباح الخير جميعا، حياكم الله بالسيمينار الأول من نوعه بالكويت لشركة دوسال للألمنيوم، إحدى شركات مجموعة الدوسري. نرحب بالسادة الحضور من الوزارات والمؤسسات ومكاتب الاستشارات الهندسية والتصميم وشركات المقاولات، ونرحب بكل من مستر ساشا سيرونكا ويلكم، and مستر مارين كواليك، وساتندر سينغ، وفينكي كوساراجو من شركة هوك الألمانية. يشرفني أن أتواجد معكم في هذا الجمع الكريم للإعلان عن إبرام اتفاقية خاصة مع شركة هوك الألمانية تخولنا الحصول على توكيل لعلامتها التجارية في دولة الكويت. ونود الإشارة في هذا المقام إلى دوسال، وهي إحدى شركات مجموعة الدوسري الرائدة في هندسة وتصميم وتصنيع وتركيب الواجهات المعمارية، وتوفير منتجات بناء عالية الجودة للمهندسين والمعماريين والمصممين وأصحاب المباني، لتصبح علامة تجارية معروفة متخصصة في الواجهات المعمارية والمباني. تراعي الشركة عند تلبية احتياجات عملائها من مختلف التصاميم أعلى معايير الجودة. استمدت شركة دوسال قوتها التي نمت وتطورت منذ تأسيسها من تصاميم مميزة، والتي يبلغ مجموع العاملين في شركتنا 287 موظفا، بالإضافة إلى طاقم المهندسين والمصممين. وفي هذا السياق، تؤمن الشركة دوما أن سر التميز في الواجهات المعمارية يبدأ بتصاميمها. وبهذه المناسبة أود الإشارة بكل فخر واعتزاز إلى أن شراكتنا مع شركة هوك الألمانية التي يعود تأسيسها إلى عام 1814، والتي تعتبر من بين أبرز وأقدم شركات صناعة الألمنيوم الرائدة على مستوى العالم، تتزامن مع سلسلة من الإنجازات التي حققتها شركتنا مؤخرا، أهمها الاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة في سوق الألمنيوم في دولة الكويت، وحصولنا على شهادة الآيزو للجودة في النصف الثاني من 2017، واقتربنا من الهيمنة على سوق المشروعات في الكويت. شراكتنا مع هوك لم تكن محض صدفة أو من فراغ، بل جاءت عن قناعة تامة بجودة المنتج. الشركة الألمانية التي ستعزز من القيمة المضافة لشركتنا شركة الدوسري لصناعات الألمنيوم ودورها البارز في السوق المحلية منذ عام 1994، الأمر الذي سيوفر الزخم الذي تسعى إليه مجموعتنا سواء استراتيجيا أو في تعزيز سمعتنا الطيبة وتوسعة أنشطتنا. علاوة على ذلك، تمثل الوكالة للعلامة التجارية الألمانية إضافة نوعية لسوق الألمنيوم في الكويت الذي يتسم بتنافسية عالية واستقطاب لأحدث وآخر ما توصلت إليه هذه الصناعة، فضلا عن أن نوعية عملائنا في الكويت تهتم بالأذواق الرفيعة والجودة والتكنولوجيا والحلول العملية والفاخرة في آن واحد، وهو ما نتوقع الحصول عليه من خلال الشراكة مع هوك. ونحن نؤمن تماما أنه لا نجاح يتحقق بدون الدعم الحكومي والجهات الأخرى في الدولة، إضافة إلى تعاون شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات والبناء معا. وأخيرا وليس آخرا، ثقة العملاء بخدمتنا، ونفخر بأن الشركة الوحيدة في الكويت التي لديها أحدث المكائن والمعدات الصناعية أوروبية الصنع، والتي لا تتوافر لدى الشركات المنافسة الأخرى، وذلك بإشادة وزارة الأشغال العامة. لا يسعني في هذه المناسبة الخاصة إلا أن أعلن عن مواصلة المجموعة نهجها الثابت في تعزيز أنشطتها داخل سوق الكويت وتزويده بأفضل وأحدث ما توصلت إليه صناعة الألمنيوم في العالم، استنادا إلى رؤية استراتيجية تستشرف آفاقا إيجابية في المستقبل. وأتمنى لكم دوام الازدهار والارتقاء والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا حابب أتكلم معاكم على شوية مشاريع بالنسبة لنا، وهركز على مشروع ده، مشروع كوستا، مشروع سيمبل كيرتن وول وكلادينج، في حوالي
12000 متر ألمنيوم جلاس، في 13000 متر كلادينج. مشروع كله سيجمنتد كيرتن وول، كومبوزيت كلادينج جاي من كوريا، كله فاير ريتد. الألمنيوم كيرتن وول الإزاز جاي من سان جوبان فرنسا، والألمنيوم اتنفذ هنا كله في الكويت بمصانعنا وبالفاسيلتي بتاعتنا. النقطة الثانية اللي حابة أتكلم عليها بتفاصيل أكتر، مشروع كان مشروع معقد بالنسبة لنا جدا في كل مراحله، بداية من التنفيذ والتصنيع والتصميم. مشروع النيابة العامة. المشروع ده هو عبارة عن 6000 متر ألمنيوم كيرتن وول، ودول كانوا أبسط شيء في المشروع كله. بس غير كده كان فيه 20000 متر من السبيشال فساد ألمنتس، ديت كلها كانت معقدة جدا، وفي حاجات منها كانت أول مرة تتنفذ في الكويت وفي الشرق الأوسط، وفي آيتنز معينة كانت أول مرة تتنفذ في العالم كله حسب ما السبلاير بلغنا بعد ما خلصنا المشروع وخلصنا الديزاين. كان الـ XF3 والـ XF4، وديت عبارة عن فريمات ألمنيوم بعمق 240 مليمتر. الفريمات ديت ما كانتش موجودة قبل كده، واضطرينا نعمل ديزاين مخصوص، واتعمل فعلا داي وألمنيوم بروفايل مخصوص اتسحب هنا في الكويت. البروفايلات ديت كانت متوزعة على الأربع وجهات لأنها تعمل شكل مخصوص مقرنصات، ويتحط عليها ستانلس ستيل بانل باللون الذهبي، ومعمولة بأحدث تقنيات، لأن مطلوب مننا كنا نرسم عليها شكل إسلامي، ورسمناه دوت بالليتست تكنولوجي اللي هي الليزر كات ماشين. عملنا كل الأشكال الإسلامية وكل الفابريكيشن بالليزر كات ماشين. والأخيرا كان عندنا الستانلس ستيل مش في الفساد، وديت كانت أكبر تحدي لنا. الستانلس ستيل مش ديت كان بارتفاع 40 متر وعرض 70 متر، والتحدي الأكبر ليها إن كانت مرزوق عليها مشربيات ألمنيوم بأشكال إسلامية فوق الستانلس ستيل مش دايركتلي. والتحقيق الشكل المعماري دوت والالتزام بالمواصفات الإنشائية كسرعة رياح وتأثيرها على الفساد كان ده أكبر تحدي لنا، وعملنا برين ستورمينج وعملنا وركشوبس كتيرة جدا بيننا وبين السبلايرز في أوروبا، وبيننا وبين مكاتب الاستشارية هنا، وبيننا وبين مكتب المصمم من SSH، وبين وزارة العدل ممثلين وزارة العدل بالمشروع. وفي الآخر وصلنا الحل دوت اللي حسب السبلاير بلغنا أنه كان أول مرة يتعمل في العالم كله. يعني ببساطة احنا ثبتناها كلها في المصنع pre-casted pre-fabricated فريمات حديد، متثبت عليها الستانلس ستيل مش، متثبت عليها الألمنيوم مشربية، وراحت الموقع جاهزة. My name is Venki Kosaraju. I'm the general manager of Middle East, HUECK Middle East, operating out of our office in Dubai, Jebel Ali Free Zone in Dubai. And today, as I just mentioned a while ago, it's also a very important day for our company and for DOUSAL, as we formally announce the commencement of our fabrication cooperation for System HUECK here in Kuwait. DOUSAL and HUECK will service the market of Kuwait and will provide continuous technical support, C2C, that is from concept to completion, to all the architects, contractors, consultants, and developers, and will fabricate and install top quality HUECK aluminum windows, doors, and facade systems. We are pleased to announce that we have already commenced works on projects for the Ministry of Finance, Government of Kuwait, and we are in the process of finalizing a few more major projects in the short to the midterm. This is yet another testimony to DOUSAL and HUECK's firm commitment to the market of Kuwait. As few of you might already be aware, HUECK is not new to the region. We have been active here for the past several years, operating out of our office in Dubai. Several major projects have been successfully completed and handed over to clients. And with the growth in construction activity in Kuwait, constant innovation and evolution of the overall market dynamics, increasing quality demands and tastes of the clients here in Kuwait, DOUSAL and HUECK team remain at your service to deliver quality on time, every time. My name is Sasha Chavonka. I'm a technical engineer and architect from the HUECK company, and I'm responsible for the sales team here in the Middle East region, and also the team with Venki, Maren, and Satinder. So today I want to give you a quick overview about the HUECK company and about what is HUECK all about. So at the movie you could see that
HUECK is not only doing aluminium extrusions for industrial use. Today we want to talk about the building systems, the sophisticated facades, windows and doors. So first of all, the company and its history. The HUECK company was founded in the year 1814, and today with its 600 employees, HUECK is doing a turnover of 190 million a year. So the main products of the HUECK company are windows, doors and facade systems of aluminium and profiles for various industrial uses. The company is located in Germany, in Lüdenscheid, which is about 100 kilometers away from Cologne. HUECK was founded in the year 1814, in the same time when Napoleon Bonaparte was sent to exile to Elba.